ما مدى انتباهك لأدق التفاصيل؟ هل ستستغرق وقتا طويلا لكشف الأوهام البصرية؟ أنت على وشك فحص مهاراتك في الملاحظة، ستحصل على نقطة واحدة مقابل كل إجابة صحيحة، وسأشاركك نتيجتك في نهاية الفيديو. المستوى الأول، ماذا ترى في هذه الصورة؟ إنها صورة مقربة لنبتة هندباء. ما الشكل الهندسي الموجود في منتصف الصورة؟ في الواقع إنها دائرة مستديرة رغم أنها تبدو كشكل بيضاوي. وماذا عن هذه الصورة؟ ماذا ترى هنا؟ هكذا تبدو فرشاة الأسنان وشعيراتها عن قرب. أي القطط المختلف في الصورة؟ إنه القط الذي يدير ظهره لنا. هل النقطة الحمراء داخل المكعب أم خارجه؟ هذا اللغز محير بعض الشيء، النقطة في الداخل والخارج في آن واحد لأنها مسألة إدراك، لكن في الحقيقة الصورة ثنائية الأبعاد ومرسومة على منظور ثلاثي الأبعاد، وحتى إن رأيت النقطة داخل المكعب فهذا مستحيل لأن الصورة مسطحة. وماذا عن هذين المستطيلين؟ هل هما متوازيان أم لا؟ قد تحيرك الخطوط المائلة داخل هذين الشكلين الهندسيين، لكن في الحقيقة كلا المستطيلين متوازن، تحقق بنفسك. سيساعدك اللغز التالي على الاسترخاء قليلا، ماذا ترى في الصورة؟ أنت محق، إنه لب كيوي، الفاكهة وليس الطائر. أي خط أطول؟ الأحمر أم الأزرق؟ يبدو الخط الأحمر أطول، لكن ذلك مجرد وهم، إنهما بالطول نفسه. أي وجه مبتسم مختلف عن البقية؟ هذا الوجه بلا أنف. أليست هذه الصورة جميلة؟ ماذا ترى فيها؟ إنه ليمون من مسافة قريبة. أي حصان هو الشاذ؟ نعم، على عكس بقية الأحصنة الشقر فشعر هذا الحصان أسود. أي خط أطول؟ ألف أم باء؟ أنت محق، إنهما بالطول نفسه، ورغم أن الخط ألف يبدو أطول لكن ذلك مجرد وهم. أي الحيوانات يختلف عن البقية؟ الحيوان على اليسار فهو بدون بقعة غامقة على جبهته. ماذا ترى في هذه الصورة؟ إنها برتقالة. هل يمكنك العثور على ستة وسط كل هذه الثمانية؟ ها هي ذا. يختبئ فرس نهر بين هذه الخراتيت، هل يمكنك العثور عليه؟ تمكن من الاندماج ببراعة. حاول إيجاد الشكل الغريب في الصورة. تمكنت من العثور عليه، إنه أعلى الزاوية اليمنى. أحسنت، الآن لننتقل إلى المستوى الثاني وسيحتدم الوضع. المستوى الثاني، ما هذا الشيء البرتقالي الجميل في الصورة؟ هذا شكل لب الجزرة. هل الخطوط الزرقاء في هذه الصورة متوازية؟ من الصعب تصديق ذلك، لكنها متوازية بالفعل، مجرد وهم بصري آخر. في هذه الصورة هل يمكنك العثور على حرف تي؟ إنه يخفي نفسه وسط الأشكال الأخرى. كم ستستغرق من الوقت لتعرف ما تراه في هذه الصورة؟ إنها صورة مقربة للفافة سوشي.
أي زوجين يختلفان عن البقية؟ أو لم تكن مهمة سهلة. حاول العثور على حبة البطاطس المتخفية كهامستر. يا لها من بارعة في التمويه. هل يمكنك معرفة ما يوجد في هذه الصورة؟ إنه كوب قهوة سوداء مع وش رقيق يطفو فوقها. هناك أحد أقمار المشتري في هذه الصورة، والبقية قلايات. هل يمكنك تحديد الجرم الفلكي؟ يوروبا أحد أقمار المشتري، موجود في منتصف اليسار، وهو أصغر قليلا من قمر الأرض. هل هذه الخطوط السوداء متوازية؟ نعم، إنها متوازية، لا تبدو كذلك بسبب الأشرطة الأفقية المتوزعة بالتعاقب في اتجاهات معاكسة. لهذا السبب تبدو الخطوط الطويلة على وشك التقاطع. ما المفتاح المختلف عن البقية؟ عدد القصات في هذا المفتاح أقل من البقية. أوه، ما هذا؟ هل هو صالح للأكل؟ بالطبع لا، إنه قلم تلوين خشبي من مسافة قريبة. انظر إلى الصورة بتمعن، هل أضلاع المربع منحنية أم مستقيمة؟ هذا المربع داخل نمط دوائر متحدة المركز، لهذا السبب يبدو منحنيا رغم أن أضلاعه مستقيمة. عصفوران في هذه الصورة مختلفان عن البقية، أين هما؟ إما أنهما بلا ذيل أو أنهما يخفيانه بمهارة عالية. والآن حاول معرفة هذا الشيء الغريب. لا شيء غير عادي، مجرد مفتاح. هل يمكنك تحديد رقم 5 وسط أحرف S؟ لم تكن مهمة صعبة كما توقعت. هل هذه الصورة مشوشة؟ تبدو مشوشة بالتأكيد، لكن في الحقيقة كل الخطوط والأشكال الهندسية فيها مستقيمة. بصراحة كان هذا المستوى مرهقا في بعض ألغازه. هل يعني هذا أن المستوى التالي سيكون أصعب منه؟ المستوى الثالث، حاول أن تعرف ما تراه في هذه الصورة. إنها مجرد فرشاة رسم، لا شيء غريب هنا. هل يمكنك العثور على الغرير وسط هذه الحمير الوحشية؟ واو، هل واجهت صعوبة في إيجاده؟ يبدو أن الغرير بارع في الاختباء. ماذا عن هذا السطح الغريب؟ هل هذه أخاديد على كوكب بعيد؟ كلا، مجرد صورة مقربة لشمام. ما الأشكال الهندسية التي تراها في الصورة؟ لا توجد دوامة في هذه الصورة، بل مجرد بضع دوائر متحدة المركز مكونة من مربعات صغيرة. إنها مرتبة بطريقة تجعل عينيك تريانها دوامة. هل يمكنك العثور على ثعبان في هذه الصورة؟ من كان يظن أن الثعبان قادر على الاندماج بهذه البراعة؟ ما الأشكال الهندسية التي تراها في هذه الصورة؟ لا يوجد أي مربع منحن هنا، بل مجرد ثلاثة مربعات مستقيمة. ماذا ترى في هذه الصورة؟ إنه شيء حلو ولذيذ، عسل يا عسل. عثر على القط المختلف عن البقية.
شارب هذا القط مكون من شعرتين فقط على كل جانب وليس ثلاثة. وماذا ترى في هذه الصورة؟ لا يبدو شكله شهيا. إنه ساق تفاحة في الواقع. ماذا عن هذا السطح الأحمر؟ هل يمكنك تخمين هذا الشيء؟ إنه غطاء قارورة كولا زجاجية. أي الخطين الأخضرين أطول؟ كلاهما بالطول نفسه، وهذا ما يسمى وهم بونزو، والذي يستخدم حقيقة تفسير دماغك. الصور التي يراها بمنظور، لكنها في الواقع مجرد صورة ثنائية الأبعاد. هل يمكنك معرفة هذا الشيء؟ واو، إنها إسفنجة مطبخ. اعثر على فرس البحر المختلف. ها هو بدون بقعة وردية على خده. ماذا ترى في هذه الصورة؟ أعترف أني لم أتعرف على سباغيتي في هذه الصورة. أوه، لأصدقك الحديث لم تكن مرحلة سهلة، ولا أعرف كيف أبليت في الاختبار، لكن ستظهر النتائج مدى صحة ذلك. إن كانت نتيجتك بين 0 إلى 15 نقطة، فيجب عليك الانتباه أكثر للتفاصيل. ستتحسن بكل تأكيد حالما تبدأ التدريب بانتظار. إن حصلت على ما بين 16 إلى 32 نقطة، فأداؤك أفضل من معظم الخاضعين لهذا الاختبار. أنت تملك الإمكانية لتصبح دقيق الملاحظة. وإن كانت نتيجتك ما بين 33 إلى 47 إجابة صحيحة، فلديك عين ثاقبة، لا شيء يمكنه الإفلات من انتباهك. أجزم أنك قادر على العثور على نظارة ضائعة وسط غرفة مكتظة في لمح البصر. بالمناسبة، هل يمكنك مساعدتي في العثور على نظارتي؟